آلة العود هي آلة شرقية كثير قديمة وكثير منيحة، وهي بتعبر عن التراث تبعنا يعني. فأنا كمان من الناس اللي بيعزفوا عود يعني، فزبطت هالمرة. إيه فكثير كثير بتعطي انطباع عن واقعنا القديم الحلو يعني. وآلة بتعكس انطباع كثير إنه كان في بالشرق انطلاقة موسيقية جميلة يعني. فيها حنية يعني، هي آلة عربية متميزة جدا. العود له يعني نغمة مميزة غير كل الآلات. تاريخ، هي تاريخ والحضارة عنا والثقافة تبعنا يعني، وبعدين يعني موسيقى راقية. ايش شيء حلو كثير لأنه آلة تراثية وقديمة، وشيء كثير بيمثلنا كتراث، وشيء بيذكرنا بالتراث الشرقي تبعنا، بيحسسنا بسعادة كبيرة. هي أكيد جزء كبير من التراث العربي تبعيتنا، مو بس السوري، العربي بشكل عام يعني. أكيد يعني بتعطي دفى، بس مجرد انه هي تذكرك بذكريات قديمه لحاله شعورها حلو. مجرد انه هي مرتبطه بشيء قديم انت بتتذكري تعطيك شيء حلو. تاريخ شيء حلو، نرجع نعيش العود من اول وجديد، والجيل الجديد يرجع يدق هالآلة ويتعلموا ويحبوا الرغبه يتعلموا على العود.